أصدقائي متابعينا محبين على قناتي، تحياتي لكم أينما تكونون. اليوم راح أصور لكم أن هنا من البازار أو السوق الأربعاء، هذا فتحنا لنا كل أربعاء. هسه راح أصور لكم داخل السوق ونشوف شنو اللي هذا المخضر الفريش. أخذ لنا جولة كاملة بهذا السوق. طبعا هذا المكان يخصصوه هنا بألمانيا، هي ساحة عامة. هسه تشوفوها يعني بينها، هي ساحة عامة ويخصصوها كل أربعاء هنا يفتحون سوق متكون من كل شيء. يعني مثلا هذا السوق مخصص لمن؟ مخصص لأصحاب المصلحات، يعني اللي عنده مطعم، اللي عنده شغلات ثانية، فلاح ينزل الزرع مالته هنا، اللي ذول اهل الجبن، اهل السمك، كل من اختصاصه. يعني مو بعض الاصدقاء يشوفون الفيديو هاي هنا ماكو عندهم عشوائيات. شوفوا هسه مثلا هذول، دول اصلهم هم فلاحين، يجيبون الزرع مالتهم يعرضون هنا يبيعون، يخصصوا لهم مكانات. شوفوا حبايب شلون مكان حلو مرتب ونظامي، وكهرباء وشغلات مسوي لهم نظامية وحلوة. نجي منا نصور نشوف. هاي احنا هاي الخضروات مالتهم والفاكهة. هاي الرقي هيك يبيعوا، يعني يبيعون اشياء. يعني هاي كيلو بيورو 95 سنت. هذا الكيلو الواحد. هذا هنا ابيض فريش. هنا البقوليات، هذا هنا زيت ومخللات. هاي هنا زيت ومخللات. الاشكال الحلوة، زيتون متبل، هذا طبعا شغله مرتب وحلو. هذا الزيتون هنا سمر من يم هذا العازف. سواقتهم حلوة، هاي الخضروات مالتهم بهش تنباع بهذه الطريقة. هاي هذا طبعا كلم، هذا الكلم موجود هنا عندهم. عندهم طبعا هذا السلق مثل مال العراق موجود. هاي الصوصات مالتهم هنا، هاي الصوصات بالفلفل بالطماطه تستعمل بالطبخ، تستعملوها طبعا. هاي كلش هم يعني معروفين بها هاي الصوصات. الكرز مالتهم هنا، الفراوله. عندي بودرة مزيكا شيء.
هذا جبونا اليوم عندهم هذا ابو الاجبان هنا شوف الاجبان اللي عندهم هنا تبل والخضروات يعني بالفاكهه عندهم بكل الاطعام الاجبان شو ساي هنا هاي بالزبيب بالمشمش يعني مطعم ولا عندهم الاجبان هاي مربات الموسمية مربات الصيف هاي الشكل هاي بالورد هاي هنا المربات عندهم بالزهور يطلعون المربات يسووها من ورق الورد يعني وهنا موسم الفراولة شغلات كلش حلوة هاي بهارات طبعا يسوون هذا القرنفل شوفوا ما الشكل هذا شغلات حلوة موسيقي طبعا هاي هنا عندهم هوايات هاي مال الموسيقى يعني الهوايه مالته يستغلها بيوم فراغه وبساعات فراغه يجي يوقف له بمكان محدد ويعزف ويطول عالم هذا اللي طيورة هذا طيورتين هذا طيور خمسة يورا يعني شغلات حلوة هنا أنا ورد هاي الزهور الجميلة خلينا نشوف هاي بيش السندانة سعر مالتها هم لازم يحطون سعر يعني هذا ماكو سعر بيها هاي الفاصوليا مالتهم طبعا لوبيا هنا بالمانيا ماكو لوبيا بالمانيا ماكو انا عاني من اللوبيا صراحة لوبيا ماكو هنا جماعة الوريد طبعا هنا الورد الزرع الشغلات اللي عندهم كل مدينة بكل منطقة تروح بأي ماركت بأي محل تسوق تلقون به يعني هاي شغلة الورد عندهم فشي مو طبيعي اللي موجودين هنا يعرفون هاي السهولة يعني ما يخلون من عندها شغلة هذا ابيع بس زيوت هذا زيوت بكل النوعيات طبعا زيوت العنب خذ نوع الكيك الكيك اللي عندهم نوعيات الكيك شوف كل نوعيات الكيك عندهم دانكا ما
هذا هنا الالوان مال الورد قد حلوه. طبعا هسه هنا نجي على الخضروات الطازجة. شوفوا هنا هذا الريحان، هذا الكراث، هذا الكرفس، معدنوس. طبعا عندهم خضروات صراحة من أنا ما أعرف أساميها. شوفوا هسه هذا هنا ما أعرف اسمه، هنا عندهم هذا هنا نعناع، هذا الكرفس، هذا هنا شبين. هذه نوعيات مال الخضروات كلش هواي وغالية. طبعا الخضروات عندهم كلش غالية. هسه هاي هذا فريش، طبعا سندانة بيورتين ونص، يعني ما يقارب 3 يورو، 4 إلا ربع، 4000 دينار هاي السندانة الوحدة، يعني الشتلة الوحدة. هذا كريل الجبل، أنا اللي أعرفه أقول لكم عليه. هذا معدنوس، هنا هذا النعناع عندهم، والباقي ب2.5، يعني الشتلة الوحدة. اليوم الاجواء مشمسة، صار اسبوعين تمطر، مطر وغيم مو طبيعي. صور لكم شويه من الشارع. طبعا هاي مدينه هاناو معروفه، يعني مقاطعتنا مدينه حلوه وبيها مولات وبيها محلات تجاريه قويه. يعني بيها محلات عربيه، هنا اكو محل اسماك هنا روسي، هذا يبيع اسماك البني والقطان عنده، وعنده الكارب. الماتين اللي يريد يجي يشتري هنا موجود بهانا ويسال عليه، او يراسلوني على اليوتيوب واقدر اذليكم عليه. هذا هنا حاجه بيورو، هذا يبيع كل شيء بيورو. هاي خلنا، هاي مال بق ذباب، هاي مال ذباب، خلنا ناخذ من عندها. مجروح، هاي مال فقرات، وهاي ظهر جلم لزقات. دقائق نهاية هذا الفيديو، ونقول لكم لا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة وتفعيل الجرس. تحياتي لكم.